اهلا بيكم من اول وجديد. اناليتيكال كيمستري، تمام؟ في ضمن علوم الاناليتيكال حاجه اسمها الالكترو كيميكال، يعني انا هحلل باستخدام الكترو كيميكال، كهرباء وكيمياء. بيفكرك بحاجة؟ الكلام ده بيفكرني زمان، فكرة البطارية، الخلايا الجلافانيك سيل، وهو كذلك. هو فعلا الالكتروكيميكال بيعتمد على الخواص الكهربية للمادة، او ان انا هوصل كهرباء في المادة دي، او ان في تفاعل كيميائي بيطلع لي كهرباء. يعني يا كيمياء بتطلع كهرباء، يا انا هضخ كهرباء فيحصل تفاعل كيميائي، تمام؟ يبقى احنا هنحلل المرة دي، نتعرف كواليتيتيف على نوع المادة وكوانتيتيف على تركيز المادة من خلال الكهرباء. يا بستخدمها، تمام؟ يا بتنتج هي من تفاعل كيميائي معين. ماشي. قالك في كوندكتوميتري. ايه كوندكتوميتري ده؟ قالك ان انا هقيس الكوندكتانس. يعني ايه الكوندكتانس؟ قابلية المادة انها توصل الكهرباء. هو ده مين؟ الكوندكتوميتري، قابلية المادة انها توصل الكهرباء. شوف يعني ايه بتوصل، وبتوصل ازاي، عدد الالكترونات، كل الحاجات دي. بوتنشيو ميتري، البوتنشيال، تيار الكهرباء اللي بيخرج من المادة دي، وبنعرف نحسبه. وبعد ما نحسبه هنعرف بالتالي المادة دي او البوتنشيومتري، المادة دي كهرباء دي قد ايه. اتعرفنا على النوع وتعرفنا على التركيز، هي دي الاناليتيكال كيمستري بالتفصيل. الجلافانيك سيل، الخلايا الجلافانية، بس بستخدمها المرة دي في التحليل. الالكتروليتيك سيل، تمام. وهنعرف نيرنست ايكويشن، الراجل اللي قدر يحول الالكترونات، تمام، الى كهرباء الى طريق التحليل، تمام. وهناخد النيرنست ايكويشن بكل تدخل المواد وكل اشكالها وكل الحاجات اللي بتأثر عليها، تمام. الالكترودز هنعرف يعني ايه بقى، طالما بنتكلم عن كهرباء وان احنا بنحلل الكهرباء هنعرف الالكترودز. فهيقول لك ان الالكترودز دي ليها انواع، ريفرنس الكترود، انديكيتور الكترود. وهنعرف يعني ايه كلمه ريفرنس الكترود، ويعني ايه كلمه انديكيتور الكترود، تمام.